سوريا تتحول إلى دولة مخدرات، وتوصف بأنها المركز الأكبر لإنتاج هذه المواد غير القانونية في حوض البحر الأبيض المتوسط. فمن المسؤول عن ذلك؟ صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية كشفت عن تورط شركاء مقربين من بشار الأسد، بينهم رجال أعمال في صناعة وترويج مخدر الكابتاغون المسبب للإدمان والشائع الاستخدام، من خلال ورشات للتصنيع أقيمت في مناطق سيطرته بالقرب من الحدود اللبنانية وعلى أطراف العاصمة دمشق وفي مدينة اللاذقية الساحلية. الفرقة الرابعة وجماعة حزب الله اللبنانية يشرفان بشكل مباشر على صناعة هذه الأقراص المخدرة، ويتكفلان بنقلها إلى الأسواق الخارجية عن طريق شبكات للتهريب. ملايين من أقراص الكابتاغون يتم إخفاؤها بطريقة مصنعية تقدر قيمتها بمليارات الدولارات، تعد مكسباً تجارياً كبيراً لاقتصاد متهالك من جراء الحرب والفساد والعقوبات. لكن على الوجه الآخر، يحاول نظام الأسد التغطية على صناعة هذه المواد الخطيرة عن طريق ادعائه مؤخراً بمصادرة كميات في طريقها إلى المملكة العربية السعودية. بينما تكررت عمليات التهريب من سوريا في السنوات الأخيرة، إذ ضبطت عشرات الشاحنات محملة بالمواد المخدرة في السعودية والإمارات والأردن ومصر وتركيا واليونان وإيطاليا.